السلام عليكم لاله امينه. اهلا وسهلا. السلام ولدي. لاباس عليك؟ الحمد لله. شي بخير؟ الله يطول عمرك. او تابعيني حتى لمراكش. لاله امينه، اليوم يعني الكل كيتحدث على الخبر صار الاسره ديال فاطمه، يعني كان خروج ابتسام من السجن واللي تسناوها الاب ديالها والام ديالها، يعني التواجد ديالك هنا في مراكش. تواجدي مسانده للاخ ديالي حميد ومراته وخواتها ابتسام دنيا وإيمان والعائلة ككل. أنا حاليا كنوب على أخوتي كاملين، وحبا في حميد وحبا في دنيا وحبا في ابتسام وحبا في ليلى وعائلتها. أنا هنايا رغم أن يعني المعاناة ديال الطريق، رغم أن قلت الصحة وداكشي، ولكن حقيقة أوكي داكشي بغاه الله، ولكن أنا اليوم فرحانة لأن ابتسام خرجت. كان سنه كانت قاسيه بنيتها، لان كنت من على صدر ربي هذا النزيف. انا اكثر من الدمويه، هذا النزيف اللي حقيقه كيألم الخاطر. الناس برانيين وتمحنوا في هذه الظرفيه، على اي الله يدير تاويلتها الخير وليدي، وان شاء الله تكون اخر الالام واخر الاحزان في عائله فاطمه. اكيد بان انا ماشي غادي نقدر ننصر بنت خويا، لان غتكون ان شاء الله دي اخر ما غادي يكون في المشاكل والضغوطات والله يدير تاويل تاع الخير لينا وليكم وليدي. كان مضغوط عليهم؟ اكيد اكيد كنا مضغوط علينا، لان ابتسام عندها بنيتها عام ما شافتهاش، وباش ندخل في الحيتيات وندخل في الظالمه ولا مظلومه ولا تقال ولا ما تقالش، هذاك الشيء صافي عام كامل ديال لوك 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 لوك. داز العام للامينه؟ داز بدون اعياد. ها داز بحميد اللي كيبكي ليل ونهار. حميد اطاشي بزاف البنيات، ولان عنده ثلاثه البنيتات لينا. بنيه ابتسام راه كتقول لحميد بابا، كتقول نوض جيب لي امي. يعني الحمد لله هذا عيد. شوف وليدي اي حاجه كانت حلوه ولا مره، اللي عندها بدايه عندها نهايه، والله يجعلها مغفره للذنوب. وكنتمنى من كل بنات خويا ولا كل شيء هذا الوسط الفني يكونوا خواتات في الله. راه ديما الله، راه حنا مارين مرور الكرام، يعني احنا دايزين مع الطريق، راه الشيء اللي كيطرى راه صعيب، راه البقاء لله، البقاء لله. حتى شي واحد ما غادي يدوم فيها. تزوجوا هاد الصراعات؟ اكيد خص الصراعات. شوف الله يدخل المحنه بيننا بيننا بين الناس كاملين، بين الناس كاملين. عباد الله حبوا بعضياتكم. عباد الله راه حنا الحياه راه قصيره، راه العمر قصير، راه خص بنادم يفكر في اخرته. راه الدوام لله، راه هادشي اللي طاري. راه بحال شي واحد كيقول انا راني غادي ندوم، راه كون كانت الدنيا تدوم راه دوم الصحابه وغيرهم. الواحد بلا شك انا كانت اتصالات مع العائله. كيف داير الاصداء حاليا بعد خروج ابتسام؟ كيفاش دايره؟ والله انا يلا غادي نمشي نشوف الاصداء. اكيد ان الاصداء غتكون زوينه، لان ليلى مسكينه ما كان صابره على بنيتها، وحميد كان ما صابرش على بنيته. ما عرفتش انا الا كان هادشي كان في غير السبان والقذف بين الناس، يعني ما توصلش حتى لهذ المسائل كامله. دموع في عينيك؟ أكيد دموع في عينيه. وشنو اليوم فرحه؟ فرحه، ولكن انا ضعيفه قدام هذه المسائل وليدي. انا ضعيفه، انا ممكن مش ما نقدرش نشوفه مكبل. الا داز الا تشد عليها خيط على مش نقدر نبكي. عاده حدا مسكينه عام كامل وهي محرومه من بنيتها. على اين الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. كنشكرك انك فتحتي لنا. الله يخطيك وليدي، ولكن اش هذه الغفله هذه؟ ما كاين باس. شكون قال لكم بعدا انا هنا؟ صدفة. يلا وليدي تحياتي يا وليدي. امين. الله يحفظك. تحياتي لكم وليدي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب.
بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.